في أجواء احتفالية عارمة تحتفل القنصلية المغربية في سويسرا بذكرى عيد العرش المجيد تخليدا لمرور ربع قرن عن اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، بحضور شخصيات سياسية بارزة ورؤساء البعثات الدبلوماسية فضلا عن بعض أفراد الجالية المغربية. هذه المناسبة الغالية على قلوب المغاربة هي فرصة لتجديد البيعة والعهد لجلالة الملك والاحتفاء بالإنجازات التي حققها المغرب في عهده الزاهر. نحتفل اليوم بالذكرى 25 لتربوع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين، وخلال هذه الفترة عرف المغرب إنجازات كبرى في كافة المجالات، في المجال السياسي، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، في المجالات الثقافية، في مجالات البنية التحتية، وهذا المسلسل يستمر بوتيرة كبرى. لا شك بأن المغرب تحت قيادة جلالة الملك تلعب دور مهم جدا على الساحة الدولية، وتسعى دائما إلى إحلال الأمن والسلام في المنطقة وفي العالم، ودور الدبلوماسية المغربية دور كبير وملحوظ، ونحن طبعا كقطر لدينا علاقة مميزة مع المملكة المغربية، وهناك علاقة أيضا خاصة بين القيادتين في كلا البلدين. نتمنى في هذه المناسبة المهمة أن التقدم والازدهار لجلالة الملك وللحكومة المغربية وللشعب المغربي. نشعر بالفخر والاعتزاز بحضور هذه المناسبة على تولي جلالة الملك محمد السادس العرش في المملكة المغربية الشقيقة الذكرى 25، وشهدت المغرب تطور كبير ونمو وتقدم وازدهار على كافة الأصعدة والمستويات، وهذه شهادة يشهد لها المجتمع الدولي. ونتمنى للمغرب والشعب المغربي الصديق دوام التقدم والازدهار إن شاء الله. مع كل عيد عرش يتجدد العهد بالولاء والبيعة لجلالة الملك وتأكيد على مواصلة مسيرة البناء والتحديث في كل بقعة من العالم. يلتف المغاربة حول رايتهم الخضراء، يعبرون عن فخرهم وانتمائهم إلى وطنهم، ويؤكدون عمق الروابط التي تجمعهم بملكهم وجذورهم. عيد العرش المجيد وبمرور 25 سنة على تولي جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، أتمنى من الله سبحانه وتعالى يخليه ذخرا وملاذا للشعب المغربي الحبيب، وكنشكر جلالة الملك على كل إنجازات. أنا فرحانين بزاف هذا النهار، عندنا بحال شي عرس مغربي الحمد لله كنتشمعوا فيه كاملين، وتحققوا بزاف د الحوايج اللي حنا فرحانين بهم الحمد لله. كتجي فرحه مور فرحه مور فرحه، الله يدومها فرحه علينا والله يسر سيدنا والله يطولنا في عمره. سورتو حنا اللي كنكونوا على برا كنفرحوا بزاف بهذا اللمه اللي كتكون بحال شي عائله كنكونوا مجموعين فيها. وشهد المغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس نهضة شاملة، حيث أطلقت العديد من المشاريع العملاقة في مختلف المجالات، مما ساهم في تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الدولي والإقليمي. كما حقق المغرب إنجازات دبلوماسية كبيرة، وعزز دوره كفاعل رئيسي في حل النزاعات وتسوية الخلافات. 25 سنة من البناء والتشييد حققت خلالها مجموعة من الإنجازات الكبرى والمشاريع التنموية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. لموقع سفيركم الغالي محمد رشاجدة، بيرن.